ناطق رسمي باسم الحماية المدنية الموجود معنا في المباشر لمزيد التفاصيل حول الحرائق في جهة ملولة وأيضا في بعض الجهات الأخرى زادة كيف جبل سمامة زادة حريق كبير معناتها في جهة القصرين. صباح النور سي معز تريعة ناطق رسمي باسم الحماية المدنية، شكرا على قبول الدعوة. صباح النور، صباح الخير، تحية لي، تحية للسادة المستمعين، تحية للجميع. مرحبا بك، مرحبا، شكرا لك. طمنا سيد العميد لأنه الوضع معناتها يخوف وناس الكل معناتها مركز على جهة ملولة وتبرقة وعندره. هو بالنسبة في متابعة الوضع الحقيقة أنه تتواصل الجهود من أجل إخماد الحرائق اللي اندلعت البارح، ولكن للأسف هذا ثم حركة أخرى اندلعت فجر هذا اليوم. فهمتني يعني وين؟ بالنسبة اللي نحن تو حاليا الحركة المتواصلة عنا حريق عين الصبح بتبرقة جندوبة. هذه مثلا قاعدين جهود ليلة كاملة معتها وجميع الإمكانيات تم يعني وضعها في المكان هذا من أجل أنه يعني منع امتداد النيران إلى المناطق السكنية المجاورة. كذلك يعني على مستوى بالنسبة للملولة يعني كما قلنا البارح وتم أعلن عليه البارح تم إخماد الملولة معاش شكل خطورة، ولكن هذا ممنعش أنه ثم المراقبة والحراسة خوفا من أنه تتجدد اندلاع بعض الجيوب تعاود تشعل من جديد. بالنسبة كذلك عنا في بغاية بعيدة العين الصبح وبالتحديد في جبل وشتاتة. جبل وشتاتة تابع ولاية باجة. تابع ولاية باجة على مقربة من معتمدية نبزة. يعني بالنسبة لدي يعني مازال حريق متواصل قاعدين نتعاملوا معه، فما جيوب متفرقة قاعدين نحاولوا يتم إخمادها وضعين الإمكانيات من أجل قريبة إخمادها. بربي من منازل ومن مناطق سكنية هو ما بالطبع ما تزوم الحريق يقول لك عليها مدوم الكل هم تقديم تجمعات سكنية ما تدوار إلا تلقى ما يعني قرى ما موجودين في كما قرية ملولة كان في وسط ملولة ما يعني بالطبيعة كانت شكل خطوة، وديما نحن عاطين الأولوية من أجل حماية التجمعات السكنية وحماية المواطنين المساكنين وممتلكاتهم. هذه ديما عاطين الأولوية في العمل نتاعنا وفي الخط التدخل نتاعنا. ايوه بالنسبه للباقي الحرائق اللي اندلعت الحقيقه فجر هذا اليوم اللي هي متى فما حريق تعطينا 15 دقيقه تاع الصباح عنا في جبل المرقب حمام بياضه من معتمدية الكريب. هذه اندلع كما قلنا ساعتين و15 دقيقه والنيران تو حاليا موجوده في القمه الفوق في وليد سليان. هذه في سلينا في الكريب ثم امتد من غاديكا تعاد الى الجهه الاخرى مثلا من في مرسى نظار مثلا ولايه باشا اللي هي تيبار. فهمتي تيبار جبل الطويله هذا كيف هذه مثلا قاعدين نتعاملوا معاه. وعندنا حريق اخر اندلع ما فلس تاع الصباح فجر هذا اليوم فلس تاع الصباح اللي هو حريق بجبل الغزاله من ولايه بن زرت. دونك حرائق جديدة لهنا سي معز تريعة، هل أنه الحرائق هذية حسب رأيكم بسخانة الطقس وإلا تنجم تكون وراها شكون؟ والله بالنسبة مش نعرف متى حيثيات وملابسات متى يعني اندلاع الحرائق هذية هو في الحقيقة معناتها أنه بالتوازي معناتها مع عملية الأطفاء ثم الوحدات الأمنية وخاصة مثلا نحكيو على الفرق المختصة تبع الحرس الوطني في فرق الأبحاث يعني قاعدة تقوم جهود لمعرفة الأسباب وقائمة فتح التحقيق في الغرض. فهمتني في جميع الحرائق هذية كلها قاعدة تعهدت بها متى السلطات الأمنية المختصة معناتها قاعدة تقوم ب يعني في تحقيقات وجلت التحقيقات تكشف شنو مثلا الأسباب الحقيقية معناتها وراء بالنسبة للحرائق اللي سمعناهم البارح معناتها كيما غمراسن اللي تفحموا فيها رؤوس ماشية وتحرقت فيها أصول نخيل، هل تمت السيطرة عليها وانتهت نهائيا؟ أو بالنسبة لذلك متعامل ديما بالنسبة للوحات هي ثم يعني عندها خصوصية في يعني حرائق الغابات على الوحات ديما فما خصوصية يتم التعامل معها كما حرائق الغابات الأخرى وتم يعني السيطرة عليها ما تشكلش خطورة مثلا. والسيطرة زادة كيف على حريقة اندلعت في شترانة، نتصور أنه معناتها المسألة تم معناتها حسمها والسيطرة عليها نهائيا. بالنسبة للحريق نتاع شطرانة مثلا اللي هو كانت هذه
هو التماس كهربائي في الأعمدة الكهربائية متولي نجر عليه متى أنه النار شدت في بعض الأشجار الثروة ثم امتدت إلى فضاء متى ذي كما نقول ثانية كبيرة متى كما امتدت خارج شعلة غديكة النيران شكلت نوعا ما خطورة على الأجواء أن ثم منازل متى قريبة مثلا من المنازل موجودة غديكة لكن متى أمكن في وقت ما نجم تقول وجيز متى في حكيت حوالي ساعة متى أنه أمكن يعني انه سيطر على النيران هذه واطفئ واخمدها ولي الحريق هذه جد الباح حوالي الساعه الواحده بعد الظهر. وعين زغوان الغابه نتاع عين زغوان يعني كذلك مثلا كيف هو شو هنا مثلا هي ثم حرائق السب نتاعها خاصه عندنا ديما هي معضله كبيره عندنا في الصيف هي معضله الأعشاب الجافة تعرف أنت الأعشاب الجافة كما تشوفها سواء على جانب الطرقات على جانب الغابات كذلك يعني سريعة الالتهاب سريعة الالتهاب نبتة قابلة للاشتعال بسرعة فإنه النيران تشد فيها وتتعدى عادة إلى يعني أما المنازل أما سجلنا حتى بعض المناطق الصناعية اللي شعلت نتيجة للأعشاب الجافة هذه وبعض الفضلات وكذلك حتى الغابات ديما ما استقاها يعني تنجم تكون الأعشاب الجافة هذه ما هي مصدر اندلاع للحرائق كبيرة. وجبل سمامة في القصرين زاد البارح في الليل سمعنا أنه زاد صار الحريق لكن هذه متبقي تبقى حرائق اللي الحقيقه ما همش معناتها يعني ما شكلوش خطوره مثلا هي تعطى مساحات صغيره جدا ويتم التعامل معها في الوقت وفي الحين وما امتدتش والحمد لله. باهي لو كان نطمن لنا نختم معاك طمن لنا اهالينا في تبرقه وفي ملوله وفي عندره. هو بالنسبه لاهالينا في ملوله وفي عندراهم وفي جميع المناطق هذه كما قلنا يعني سواء سليانه سواء باتا باجا سواء مثلا كذلك غزاله في بنزات وغيره نحن نقول لهم معناتها يعني نطمن لهم الحمايه المدنيه ومختلف الهياكل راهي موجوده باذن الله متى مستنده لكم انتم العمل نتاعها على انه باش تحمي ممتلكاتكم وتامينكم ولكن كذلك هم تنحاولوا معناتها يعاونونا على مستوى انه معناتها المساعده بانه اذا يعني خاصه على مستوى الحرائق معناتها يعني اذا ثم معطيات او معلومات مثلا في اسباب اندلاع الحرائق او غيره اذا ثم شهود عيان اذا ثم حاجه معناتها ميساج ما يدخلوش علينا وكذلك بالنسبه لي كذلك مساعده في التدخلات مساعده في الاطفاء ابعاد وكذلك عدم التسبب في اشعال النيران وفي في حتى الوعي معناتها في بالنسبه للحرائق. واضح شكرا لك انا تقرسمي باسم الحمايه المدنيه.